تبكي هنا وقاعد تكفى خلنا نروح ما ادري معانده يعني الحرين ذا كلها ما تبكي لا هذه معانده ولا ذيك بكت قلت يلا روح لمس لازم الرحمه روحي لا روح لمس علي مناحي طلع الحيران كله بيها خرب آلية الفقرة لا يا طالب كعقاب أمهم دقيقة ليش أطلع الحيران دقيقة جيب لي كاميرا هنا يا مخرج فرجي صلى النبي يا جمهور شوفوا علي مناحي خرب الفقرة يا عقاب عاد الله طيب الحيران اللي برا ليش هاي قدها يعني ما أدري والله فيلم لكن خلها تروح لأمها أنا أمها أتمنى من المشرفين ينظرون إلى وضع علي مناحي اللي علي مناحي كيف فك الحيران كله بيها ما لي حل بها لا زالت مجموعتي تبارك الرحمن الدور هذا دور المشرفين صراحة يا علي مناحي فكيت انت الشبك خلت الحيران تطلع لا خليت امها تدخل معه وخربت انت علينا الآلية آلية الفقر وش شيء انك تحلب الناقة صح قل يا اخوي قل لا اله الا الله صل على النبي خلني بعلمك آلية الفقر وش شيء اني احلب الخلف شو اكثر حليب يفوز نعم طيب الحيران كم ناقة هنا واجد واحدة اثنتين ثلاثة اربعة فوق عشر الله يبارك لابو طيب صالح ذي حلال مجموعتين صح يعني المفروض طلعوا ناقتين ليش بطلت الحيران كلها صل على النبي يا اخوي صغاري وقت امها ما نوده نبغى نحلب فاطر وضيع علينا لا حيو قلت له تهجم عليه وحلب انت بداله مالي ومالك انت وياه هذا ايش صراحه حلبنا مع عمارنا هذا ليه نقول والله انا با طيب يعني ليش يا علي من الحين نرجع نحور حديثنا اخوي انت الحين لقيتك بيد من امك مو بيضيق خاطرك بارك لما انت جيت عند امك وزي خاطرك يعني انا مهل بهما لا والله ليش لكن ليش تصوت عليك كذا انا لقيتني بعيد من امي ولد ماش ولقيتني حول امي ما بزيمن يعني كنت الحوار كنا حوار البل غاليت عندها لها عند الحين كنت تسب البل ولا شيء ليش اقول يعني كنت الحوار انت مثله الحوار وامه زين حلو طيب اليه الفقره حن بعد نص ساعه بساعه كل ما حلبت هناك طلعت الحوار وبعد ساعه خاص من خلفات كل بيها كلها لامه وتسلم يعني تشرب منها يعني انا سوينا ان شاء الله حاجه يعني انت ما تحترم اليه الفقره الا محترمك محترم مواليد البقره زين ليش اطلع الحين احترم البرنامج رجعت من هكذا ابغى يعني لك 51 يوم ما تعرف اليه الفقره صلى على النبي على صلاه السلام هذا الحين مباراه خلنا نلبسها سام طالما ايوه عندنا ايش تبغى شوف سام طالما انا اعرفك يا ابو من حزي تعرفنا انت كاميرا قباك ايوه وش دراملك انا اعرفك يا ابو من حزي صحيح انت من طيبه قلبك ونيتك طلعنا اثنين قعدت الباقي تخارج تبغى ما طلعتها صح تبغى تكسب فيها اجر يقول كل نفس رطبه فيها اجر بيض الله وجهك وانت كسبت انت في 10 انفس الله يطول عمرك والله يجزاك خير انا اعرف نيتك بس ابغى اوضح للجمهور ان هذه نيتك الله يطول شوفوا الى اين يصل علي مناحي من طيبه القلب يا اخوي وين الناس اللي يفهموني زيك بيض الله علشان كذا ما راح نخصم عليك لكن نقطة. ها ما نطمن تبغى 5000 خصم لا خلاص ما بيش انتبه حضر واحد المشرفين الحين تبي يقول ليش وش سويت رجال بيض الله وجه المشرفين